تليفون ديالك تيقرا لك افكارك. كيفاش؟ بزاف ديال المرات كتفكر في شي حاجه وكتلقاها في السوشيال ميديا بلا ما تهضر عليها ولا بلا ما تقلب عليها ولا بلا ما تبارطاجيها مع حتى شي واحد. هذا الا كان عنده شي تفسير، عنده تفسير واحد هو ان التليفون ديالك كيقرا لك افكارك. وباش تعرف هذا الشيء كيفاش يقدر يوقع، اول حاجه خاصك تعرف المخ ديالك كيفاش كيخدم. المخ ديال الانسان فيه ملايير ديال الخلايا العصبيه كتشتغل وسط واحد المنظومه معقده جدا وتنسق بين الدماغ وباقي اعضاء الجسم. على الرغم ان هذه المنظومه كتشتغل فوق واحد، ولكن كل جزء فيها مسؤول على واحد الوظيفه معينه فحال التفكير الاحساس والحركه. فاش كتفكر في اي حاجه، الخلايا العصبيه المسؤوله عن التفكير كتفرز ماده كيميائيه معروفه بالنواقل العصبيه المسؤوله عن توليد الموجات والاشارات الكهربائيه ونقلها لباقي الخلايا اللي كتقوم بنفس الوظيفه. وهذه الاشارات كتوصل لالاف الخلايا العصبيه اللي كتوزع على مناطق متفرقه من الجسم فحال الجزء الامامي من الدماغ، الفك والرقبه. وهذا الشيء المعنى ديالو الا قدرنا نخترعوا تكنولوجيا كترجم الموجات الكهربائيه اللي كتخرج من الدماغ، ديك الساعات نقدروا نفهموا الانسان فاش كيفكر ونفهموا الاحتياجات ديالو. داكشي علاش